بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين اهلا بكم ويوم جديد من ايام الريمونتات. النهارده الاتحاد الافريقي بيعلن مواعيد تصفيات المؤهله لبطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتتلعب في كوت ديفوار 2023 ويمكن يعني غير بعض من الافكار اللي كانت عنده من حيث الست مباريات كلنا عارفين ان هي بتبقى 12 مجموعه كل مجموعه بيبقى فيها اربع فرق 48 فريق بيشاركوا في التصفيات المؤهله وبيختاروا كل فرقتين من كل مجموعه هم اللي بيصعدوا بعد ما زاد العدد من 16 ل 24 فريق بدايه من بطوله كاس الامم اللي اتلعبت عندنا هنا في مصر في 2019، كان التفكير الاول بالنسبه للاتحاد الافريقي ان هو يستغل فتره التوقف الدولي اللي جايه اللي هتبقى في يونيو بتبقى فترة توقف طويلة في يونيو بتبقى 15 يوم بتبقى من يوم 30 مايو لحد 14 يونيو لحد 14 يونيو وكان التفكير ان هو يلعب اربع مباريات ويكون الاربع مباريات رسمي يعني يمكن حتى السنه اللي فاتت اما كان في ال 14 15 يوم دول كانوا برضو مدين لكل فريق الحق ان هو يلعب اربع ماتشات منهم مثلا ماتشين رسمي وبيديك كمان الحق ان انت تلعب ماتشين ودي وكان التفكير السنه دي ان الاربع ماتشات يتلعبوا على طول في شهر ستة وتيجي في التوقف بتاع تسعة تلعب الماتشين اللي ناقصين ويبقى كده خلصت التصفيات ويكون خلصوها قبل بطولة كاس العالم اللي هتتلعب في قطر في شهر 11 ولكن طبعا يمكن كانت بعض المنتخبات كانت اعترضت ان كده ده هيبقى ضغط عليها وان هي مش هتعرف تستعد كويس ل بطوله كاس العالم لان معظم الانديه اللي المنتخبات اللي اعترضت كانت منتخبات واصله لكاس العالم وبناء عليه قرر الاتحاد الدولي ان هو يوزع الست مباريات على ثلاث توقفات مش توقفين بس وساب الجوله الاخيره اللي هيتلعب فيها ماتشين لمارس 23 بعد بطوله كاس الامم طبعا مبدئيا القرعة حددوها ان شاء الله ان هي هتبقى يوم 19 ابريل ان شاء الله الساعه 7 ونص هتقام القرعه وزي ما قلنا لحضراتكم 7 ونص وطبعا بقى بيوزع زي ما قلنا ال 48 فريق على 12 مجموعه وكل مجموعه بيصعد منها الاول والثاني قدام حضراتكم دي الجوله الاولى اللي هتتلعب الجولة الأولى والتانية هتتلعب قلنا في التوقف اللي جاي على طول من 30 مايو ل 14 يونيو ده هتلاعب الجولة الأولى والتانية الجولة الثالثة والرابعة هتبقى في التوقف بتاع شهر سبتمبر من 19 سبتمبر ل 27 سبتمبر وبعد كده الجوله الخامسه والسادسه قلنا ديت اللي اترحلت وهتتلعب في شهر مارس بعد كاس العالم هتتلعب في الفتره من 20 ل 28 مارس، يعني طبعا ديت هتبقى تعتبر قبل ثلاث شهور الجوله الخامسه والسادسه النهائيه ديت هي طبعا هتبقى قبل ثلاث شهور من البطوله اللي هتتلعب في كوت ديفوار لان احنا كلنا عارفين ان البطوله هتتلعب في الفتره من نص يونيو لنص يوليو. فطبعا يمكن كل التوفيق طبعا لمنتخبنا ودايما بنقول يا جماعه الماتشات دي لازم تتخذ على محمل الجد يعني موضوع طبعا الدنيا بتبقى سهله وبتبقى يعني دايما القرعه بتبقى في موضوع الوصول والتصفيات بتبقى سهله شويه ولكن بنقول ان هي ديت ستيب وان يعني ديت المرحله الاولى ان انت بتدور على البطوله وبتنافس على البطوله فانت لازم تهتم بتصفياتها مهما كانت الفرق اللي هتكون معاك في التصفيات وكلنا فاكرين وكلنا عارفين كويس قوي ان احنا اتقرصنا من الموضوع ده ورغم ان احنا كنا اسياد افريقيا وخدنا 2006 و2008 و2010 على التوالي ولكن يا جماعه ما حدش ينسى ان بعد 2010 والبطوله الثالثه على التوالي فشلنا اصلا ان احنا نتاهل في الوصول في 2012 و2013 و2015 فعشان كده بنقول التصفيات دي مهما كانت الفرق اللي موجوده معاك كرة في افريقيا تطور تطور كبير جدا وشفنا المنتخبات في البطوله الاخيره وشفنا راس الاخضر بيلعب ازاي وغينيا الاستوائيه بتلعب ازاي شفنا ناس جزر القمر اللي كان معانا في التصفيات شوفوا يعني عملوا ايه واحرجوا فرق كبيره جدا فطبعا يعني احنا بنقول لازم نهتم وان شاء الله كل التوفيق باذن الله واذا كنا ان شاء الله يعني عملنا اللي نقدر عليه وقدرنا ان احنا نوصل للنهائي البطوله الاخيره وما كانش في حظ في ركلات الترجيح ان شاء الله باذن الله يقدر منتخبنا باذن الله ان هو يفوز بالبطوله اللي جايه ويعوض الحظ الوحش اللي صادفناه في ركلات الجزاء سواء في كاس الامم او في مباراة السنغال والوصول لنهائيات كاس العالم طيب ده بالنسبة للاتحاد الأفريقي طبعا يعني كلنا عارفين الأهلي بيلعب في دوري أبطال أفريقيا بيراميدز بيلعب في الكونفدرالية المصري بيلعب في الكونفدرالية فطبعا النهاردة ربطت الأندية قامت بتأجيل بعض المباريات اللي هي تخص النادي الأهلي وبيراميدز المصري لإتاحة المساحة بالنسبة لهم إن هم يعني يستعدوا استعداد كويس وطبعا دي المباريات اللي إحنا بنقول إن هي اتأجلت طبعا كان في مباريات هتتلعب يوم الثلاث والاربع اللي جايين قبل ثلاث اربع ايام من المباريات وكان ما بين الذهاب والعوده كان في برضه متسكن مباراه لكل فريق فطبعا الرابطه اجلت المباراتين سواء المباراه قبل المباراه الاولى او سواء ما بين المباراتين وده زي ما بنقول علشان يدي فرصه للثلاث انديه انها تستعد استعداد جدي وان هو برضو يرفع عنهم موضوع ضغطة المباريات والارهاق بالنسبة للنادي الاهلي دي المباراة اللي تأجلت الاهلي وإستن كومباني دي كانت هتتلعب يوم 12 أربعة يعني انت بتتكلم قبل مباراة الرجاء بأربع أيام الرابطة أجلتها وكمان رابطة أجلت مباراة إمبي ضد النادي الأهلي اللي كانت هتتلعب يوم 19 أربعة ودي كانت هتتلعب قبل مباراة العودة بثلاث أيام فالرابطة أجلت المباراتين دول للنادي الأهلي بالنسبة للنادي المصري اتأجل اه له مباراة الإسماعيلي دي كانت هتتلعب يوم 13 أربعة وما بين الذهاب والعوده كان هيلعب مباراه البنك الاهلي وبرضه الرابطه اجلت المباراه دي. نفس الموضوع بالظبط بالنسبه لبيراميدز، بيراميدز تاجل له مباراه سموحه كانت برضه هتلاقي يوم 13 اربعة في الاسبوع ال 14 وكمان مباراه بيراميدز قدام فيوتشر يوم 20/4 وموضوع التاجيل في ناس دايما بتتكلم في موضوع التاجيلات تقول لك بتبقى شيء كويس ان انت بتدي المساحه للفريق ان هو يستعد كويس، فرق بتمثل مصر وده بيبقى كويس ان انت بتدي لهم المساحه لان هم بيبقوا زي ما بنقول في ضغط مباريات فانت بتساعدهم ان اللعيبه تبقى مرتاحه شويه بتبقى يعني استعداداتها بتبقى احسن خصوصا المباريات في ادوار الربع النهائي بتبقى اقوى من مباريات المجموعه وفي ناس تانية بتقول طب ايه لازم التاجيلات ولا يعني ما تسيب الدنيا تمشي زي ما هي يعني هي بتبقى وجهات نظر كل واحد بيبقى عنده وجهه نظر ولكن ده كان قرار النهائي للرابطه انها تاجل الماتشين دولت للفرق وطبعا ما دام اجلنا في ربع النهائي يبقى اكيد بعد كده في حاله الوصول ونجاح الفرق ديت في الوصول بعد كده لنص النهائي اكيد برضو هيبقى فيه تاجيلات لبعض المباريات طيب خلينا برضو نتكلم على مباريات اللي هتتلعب بكرة طبعا احنا بنتكلم ان النادي الاهلي عنده مباراة مهمة جدا مع النادي المصري هتلعب بكرة مصر المخصة في مواجهة الزمالك وبيراميدز في مواجهه غزل المحله، مباريات مهمه جدا طبعا يمكن بيراميدز بعد خسارته قدام الزمالك اكيد هو بيحاول ان هو يعوض قدام غزل المحله اللي غزل المحله اللي احنا اتكلمنا امبارح وقلنا ان بدايته كانت كويسه ولكن بعد كده بمرور الماتشات ابتدى يتراجع شويه. مصر المقصه في مواجهه الزمالك، الزمالك طبعا روح معنويه كبيره جدا بعد مباراه كبيره وفوز مهم جدا على بيراميدز وطبعا مصر المقصة بيعاني وبيحاول أنه هو يعني يتدارك اخطائه وبيحاول أنه هو يحسن موقعه في الجدول وطبعا تبقى مباراة الأهلي والمصري مباراة في غاية الأهمية طبعا المصري دخل على مباراة كبيرة أمام نهضة بركان الأهلي طبعا على مباراة كبيرة قدام الرجاء المغربي وبيسعى أنه هو يستمر في صدارة جدول الدوري اللي هو بنقول ان الاهلي هو الفريق الوحيد لحد دلوقتي اللي هو ما تلقاش اي هزيمه وبنقول يعني ما شاء الله الاهلي ماشي بطريقه كويسه 11 مباراه ما بيخسرش بيكسب 10 مباريات بيتعادل مباراه واحده قدام فيوتشر. طبعا قائمه النادي الاهلي بكره اللي حضرها بيتسو موسيماني يعني اتشهدت بعض الغيابات يعني حمدي فتحي مش موجود، محمود وحيد مش موجود، محمد محمود مش موجود، طاهر محمد طاهر يعني لعيبه ظهرت قدام الاتحاد السكندري يوم الأربع اللي فات ولكن يعني مش موجودين نظرا لاسباب يعني حمدي فتحي برضو عنده برده بيشتكي من بعض الألم في الحوض، محمود وحيد مثلا عنده اجهاد في الخلفيه، محمد محمود وليد سليمان يعني استبعاد فني طاهر محمد طاهر الام في الركبه يعني خلينا برضو نقول لحضراتكم دي قايمه الفريق حراسه المرمى في محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في الدفاع في ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمود متولي، ايمن اشرف، كريم فؤاد، علي معلول، في في الوسط اليو ديانج، عمرو السوليه، قفشه، عبد القادر، حسين الشحات، ميكيسوني، بيرسي تاو، محمد اشرف، وزياد طارق، ومحمد فخري، وفي الهجوم حسام حسن ومحمد شريف. طبعا يمكن زي ما بنقول مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي وبنقول ان النادي الاهلي يعني بيعرف ان هو يتصرف في المباريات حتى المباريات اللي ما بيبقاش فيها النادي الاهلي كويس ولكن بيقدر اللعيبه بخبرتها انها تتعامل بيقدر بيتسو موسيماني ان هو يخلص الماتشات احيانا باقل مجهود وبنقول ان هو بيتسو موسيماني اللي عجبني فيه سياسه التدوير عنده يعني ممشيها كويس جدا اللعيبه عمل اجواء تنافسيه ما بين اللعيبه يعني خلاص دلوقتي بقى صعب تعرف مين اللي بيبدا يعني خصوصا في الرباعي الامامي يعني وعنده طبعا المساكين فيه وفره بنشوف مثلا علي معلول لما بيبقى مجهد بنشوف محمود وحيد ابتدى يشارك بنشوف كريم ابتدى يشارك سعد بيشارك كباك يمين سعد بيشارك كباك شمال عنده وفره طبعا زي ما بنقول في الرباعي الامامي يعني اي اربعه بيلعبوا بيده وفي جو تنافسي خصوصا في الناحيه الهجوميه علشان كده كل واحد دلوقتي بيسعى ان هو يطلع احسن حاجه بالنسبه له. على الناحيه الثانيه طبعا النادي المصري يمكن في بطوله الكونفدراليه ماشي بشكل كويس جدا بغض النظر عن هزيمته الاخيره من من مازيمبي ولكن حتى كان قدر المصري ان هو يفوز على مازيمبي هنا في مصر. وقدر ان هو يتحصل على المركز الثاني في مجموعته رغم ان مجموعه المصري كانت برضو مجموعه بنقول ان هي مجموعه قويه وفيها خبرات اما بنتكلم على مازيمبي اما بنتكلم على القطن الكاميروني دي فرق عندها باع طويل في البطولات الافريقيه فيحسب طبعا للنادي المصري ان هو <applause> ان هو يعني يبقى بينافس وان هو ياخد المركز الثاني ان هو يوصل لدور ربع النهائي خلينا برضو زي ما اتكلمنا على قائمه الاهلي نشوف برضو قائمه النادي المصري أه، عصام ثروت ياسر حامد هيثم العيوني اسلام جمال فريد شوقي حجاج عويس كريم العراقي عمرو موسى عمرو مرعي حسن علي احمد حمودي احمد شديد اسلام صلاح الياس جلاسي اسلام معطيه احمد مسعود استن اموتو مصطفى سلطان محمد بلح ايزي ايميكا محمد جريندو احمد الشيخ عموري عم احمد شوشه محمد عنتر احمد علاء أه، حسين رجب اسلام ابو محمد شحاته مصطفى ايمن اسلام المزين زياد فرج اسامه الجزار واحمد ياسر ده بالنسبه لقائمه النادي المصري طبعا يعني برضو نادي الزمالك يمكن في غياب عن القائمة لأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري محمد ونجم محمد ونجم يعني يمكن غيابه يعني فني يعني ما عرفش مثلا هل فريرة يعني وضعه مثلا هل هو مثلا مقتنع بيه مش مقتنع بيه يعني ما نعرفش ايه الوضع دلوقتي بالظبط ولكن اعتقد يعني ان هو ممكن يكون له رؤيه هنشوف الفتره اللي جايه ايه اللي ممكن يبقى ما... طبعا في غياب للونش برضو كمان كلنا عارفين ان الونش خد الانذار خد انذارين الماتش اللي فات وكارت احمر في نهايه اللقاء من ضمن الحاجات الكويسه عوده احمد سيد زيزو يعني برضو احمد سيد زيزو وجوده اكيد بيعلي نادي الزمالك كتير واكيد في ظل تالق في المباراه الاخيره لاشرف بن شرقي يعني وجود زيزو مع اشرف والاثنين لما بيبقوا في حالتهم اعتقد ان هم بينقلوا الزمالك نقله تانية طبعا برضو فتوح للمباراة الثانيه برضو مش موجود لانه برضو عنده لسه العضله الخلفيه مش, مش 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 موجود سيف الدين الجزيري عنده الام في في الركبه وزي ما بنقول محمد ونجم برضو استبعاد فني تعال نشوف برضو قائمة الزمالك ونشوف مستر فرير اختار مين اختار محمد أبو جبل ومحمد عواد لحراسة المرمى خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني حسام عبد المجيد محمد عبد حزم حازم إمام حمزة المسلوسي خط الوسط فيه طارق حامد إمام عاشور محمد أشرف رؤى يوسف إبراهيم أوباما إسلام جابر محمود عبد الرازي شيكابالا أشرف بن شرقي أيمن حفني رزاق سيسي زيزو وسيد عبد الله وفي الهجوم عمر السعيد. طبعا يمكن هتكلم تاني وتالت على عوده احمد سيد زيزو لصفوف نادي الزمالك لان احمد سيد زيزو دايما انا بحب اللعيب الكرة اللعيب اللي انا بقول عليه لعيب محترم سواء في الملعب او بره الملعب. انا بحب اللعيبه دي يعني احمد سيد زيزو هفضل كل مره اتكلم عليه ان هو اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك واضافه لمنتخب مصر وشفنا الفتره اللي فاتت يعني زيزو ما شاء الله عليه من احسن اللعيبه اللي موجوده في في مصر وزي ما بنقول دايما الشق الهجومي في نادي الزمالك يمكن زيزو من اكتر اللعيبه اللي بتاديه حتى الفتره الاخيره في ظل هبوط مستوى اشرف بن شرقي اما نزل شويه شويه المشاكل اللي كانت على العقد والحاجات دي كلها كنا شايفين ان احمد سيد زيزو هو اللي شايل فرقه نادي الزمالك وزي ما بقول وجود زيزو وهو في حالته وجود اشرف بن شرقي مع تالق اوباما يعني مع لعيبه كتيره راجعه فورمه شفنا طارق حامد ابتدى يخش بعد فتره كبيره من الغياب اتكلمنا على اشرف رؤى ان هو ابتدى خلاص يرجع يلمع تاني يعني اعتقد يعني شيء جميل ان نادي الزمالك ان هو بيعود وبيعود في الوقت المناسب واحنا عايزين ان يبقى في منافسه يعني احنا دايما بنحب المنافسه طول ما بيبقى في منافسه وبنقول بيراميدز حتى لو خسر من الاهلي وحتى لو خسر من الزمالك بيراميدز بالكتيبه اللي عنده باللعيبة اصحاب الخبرات يقدر ان هو يرجع ويقدر ان هو يكمل تاني المنافسه ولسه الدوري طويل احنا بنتكلم في 11 مباراه للاهلي و12 للزمالك وبيراميدز فلسه الدوري طويل جدا فاحنا نتمنى ان كل الفرق تشد حيلها انا ما على حتى المنافسه بس فوق ولكن حتى تحت الفرق اللي هي بتصارع بنشوف الفتره الاخرانيه استن كومباني ابتدى يعني يجمع نقاط من المركز الاخير للمركز قبل الاخير للمركز قبل قبل الاخير فدلوقتي الدنيا بالنسبه له كويس نفسنا برضو نشوف مصر المقاصه نشوف مصر مقصة بتاع زمان ما احنا عارفين طبعا ان الظروف مختلفة تماما واللعيبة ومصر مقصة استغنى عن فرقتين مش فريق واحد ولكن برضو نتمنى ان هو نشوفه نتمنى نشوف طبعا نادي الاسماعيلي وموقعه في مؤخرة الجدول يعني ده نادي انا لعبت فيه خمس سنين يعني نادي بحبه على المستوى الشخصي بزيادة طبعا نتمنى برضو ان هو جد واما اللي تحت يحاول ان هو يعافر علشان يبعد واللي فوق بيحاول ان هو ينافس على البطولة صدقوني هنلاقي دوري كويس ويعني مش هنفقد المنافسة خصوصا الدوري لسه طويل هقول لحضراتكم برضو قايمة بيراميدز لمواجهة غزل المحلة كابتن ايهاب جلال اختار في خرس المرمى مهدي سليمان واحمد الشناوي خط الدفاع احمد ايمن منصور وعلي جبر واسامه جلال ومحمد حمدي واحمد فتحي وحسين السيد خط الوسط إريك تراوري إسلام عيسى محمد صادق أحمد توفيق إبراهيم توري هشام محمد عبد الله السعيد إبراهيم عادل محمود صابر خط الهجوم محمود وادي ودودو الجباس وفخري لقاي وزي ما بقول لحضراتكم يمكن يعني الأسماء اللي انتوا بتسمعوها دهيت وكده يعني بنشوف أكيد بنقول إن هاب جلال مدرب كبير ويقدر يشوف المشكلة فين هو ما عندوش مشاكل في الاداء في الاستحواذ في صناعه الفرص ولكن دايما بنقول بيراميدز علشان ينافس لازم اما يلعب الاهلي والزمالك لازم ي... ان هو يعمل نتائج جيده مع المنافسين المباشرين ولكن بيراميدز خسر من الاهلي وخسر من الزمالك رغم اللي اتفرج على المباريات وتابعها كويس بيقول ان بيراميدز كان كويس في الماتشين وفي اوقات كتير جدا كان بيبقى راكب المباراه سواء على الاهلي او على الزمالك ولكن بتبقى في الاخر المحصله انه اتهزم في المباراتين. طيب هنشوف قايمه المحله قبل ما نطلع فاصل ونستقبل الكابتن عادل مصطفى غزل المحله كابتن عبد الحميد بسيوني اختار عمرو شعبان محمود الخضري محمد فتح معز الحناوي سيد الشبراوي اهاب سمير خالد سامي مصطفى العيش هاني عادل ابراهيم صلاح احمد السيد احمد الندري وليد مصطفى محمد بازوكا ابراهيم اكوني باول فوافي هشام بلحه عبد يحيى احمد غنيم وعبد الرحمن عاطف بنقول فرقه غزل المحله من الفرق اللي الواحد معجب بها جدا لانها من الفرق اللي اللعيبه بتاعتها بتادي اداء رجولي في الملعب وكنا كلنا سعداء في بدايه البطوله ان هم بيجمعوا نقط يمكن النجومية ما تلاقيهاش موجودة أو ما عندهمش النجوم الكبيرة قوي ولكن بيعوضوها بالروح والإصرار وده اللي خلاهم في بداية الدوري يجمعوا عدد لا بأس به من النقاط ولكن يمكن المستوى الفترة الأخيرة في تراجع برضو نتمنى أن المحلة برضو يفرجنا الأسلوب والطريقة والرجولة اللي كانوا بيلعبوا بيها من بداية الدوري هنطلع فاصل وبعد الفاصل معانا الكابتن عادل مصطفى وكلام كتير استنونا مكملين مع حضراتكم في المنتدى بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا ودلوقتي معانا النجم عادل مصطفى عادل منور الدنيا كلها حبيبي يا كابتن مصر بقى لي فتره ما شفتكش وكويس وانت اللي وحشني ومنور منور مكانك حبيبي عامل ايه كله تمام تمام الحمد لله ايه ناخد قبل ما نتكلم في الماتشات بتاعت بكره كده سريعا الدنيا كلها دلوقتي بقت تك... بدات تتكلم على مباراه الاهلي ومباراه الرجاء, الرجاء. وكلام من ده شفت القرعه ازاي وشايف الماتش عامل ايه والاخبار وخصوصا الناس هنا اكيد متفائله في النادي الاهلي وهناك برضو نفس الشيء بالنسبه للجمهور المغربي متفائل لفريق الرجاء واكيد مباراه بغض النظر هتبقى مباراه قويه جدا على الفرقتين. مباراه صعبه على الفرقتين بس ده العادي، النادي الاهلي لو بصيت على السنين اللي فاتت كلها او كل النسخ اللي اخذها النادي الاهلي كان بيتاهل بصعوبه. اصعب مرحله في في البطوله دي كلها هي مرحله المجموعات. بتبقى فيها صعوبه شويه بتلاقي فرقه ممكن تلاقي فرقه احسن صعوبه بتبوظ لك المجموعه ممكن تلاقيك انت مش احسن حاجه ولكن النادي الاهلي الحته المحببه بتاعته ان هو يلعب المباراه النوك اوت دي النادي الاهلي مميز في الحته دي قوي ودي حتته عارف انت بتروح النادي الاهلي من الفرقه القليله اللي بتعرف تسجل بره ملعبها لو جيت بصيت للنسخ اللي فاتت كلها هتلاقي النادي الاهلي في الماتشات السيمي فاينل والفاينل هتلاقيه بيلعب الوداد بيسجل في الوداد هتلاقيه بيلعب الترجي بيسجل في الترجي ماتشات لو ماتشات من يعني بس أنا شايف إن الماتشات دي محببة عن النادي الأهلي، لو جيت نادي الأهلي قلت له تلعب الماتشات كلها نوك أوت مع فرق تقيلة يقول لك أه العبها، لكن ما تروحش تلعب مع فرق صغيرة تلعب لك دفاع منطقة وقعد في طول الفرقة في الـ 18 وأنت ما بتعرفش لهم هوية، ممكن بكرة يروح عليك بنجول بكرة واحدة يسجل فيك. طبعًا مش بيجبال من بالفرق الصغيرة ولكن ده طبيعي دي سنة الحياة يعني. ولكن الأهلي بيعرف يلعب الماتشات الكبيرة كويس والفرق الكبيرة بتخاف من الاهلي بتعمل امبارح وانا بتكلم قلت يعني حتى لو كانت نادي الاهلي قابله صعوبات في 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 المجموعه ولكن الاهلي صعد يبقى اللي هو المرشح الاول طبعا. للبطوله رغم ان الفرق اللي وصلت كلها تحس انها فرق تقدر تنافس على البطوله حتى بترو اتليتيكو الاداء اللي اداه في مجموعته يخليه وطبعا وان كان مش بنفس مش أوي يعني اه مش مش بنفس طبعا اكيد نسبه الفرق الثانيه اللي هي المخضرمه اللي عندها خبرات حتى لما بنتكلم في وفاق ستيف وشباب شباب بلوزداد اتفرجت لهم على مباريات كذا مباراه يمكن حوالي ثلاث اربع مباريات من السته فرق برده تقيلة وماسكه نفسها اه أو يعني أوف. مش فرق وحشه مش وحشه ولكن في الاول وفي الاخر في فرق بتدخل المجموعات دي مرشحه اهلي وداد رجاء أه... ترجي زمالك لو موجود يعني لا في فرق سان داون داون طبعا الفرقه دي بتبقى ليها الافضليه وبتعرف الفرقه دي من كتر ما هي لعبه الادوار دي بيبقى عندها خبره خبره الماتشات دي فدول الفرق اللي مرشحين اكتر ممكن تلاقي مفاجاه ممكن تلاقي بلوزداد طالع بحاجه المولوديه لو موجود مش عارف مين موجود بيترو اتلتيكو لا يعني الامور هتبقى مش مش سهله من الامور صعبه عليه شويه الاهلي دي ماتشاته الاهلي بيحب الماتشات دي الماتشات اللي بيلعب رايح جاي الذهاب والاياب دي بتبقى فيها السنه اللي فاتت انا شايف ان الاهلي عمل لقطه مهمه جدا فرقت مع النادي الاهلي مستقبلا مباراه الترجي في الترجي مباراه الترجي في الترجي دي كانت هي سبب ان النادي الاهلي يحول طريقته من ال 4 2 3 1 المعتاده او ال 4 3 3 اللي هي يعني كانت بتتلعب ماتشات وماتشات ل 3 4 3 دي كانت اهم نقطه اهم مباراه فارقه في الفتره اللي فاتت النادي الاهلي النادي الاهلي عمل ماتشات كتير جدا مميزه بال أربعة 4 3 مباراه الزمالك مباراه إسماعيلي كسب مباراه بسكور عالي فانا شايف النادي الاهلي بقى عنده مرونه عنده لعيب زي حمدي فتحي بيعرف يستخدمه في كل الحالات بيستخدمه في الاربعه ثلاثة 3 ثلاثة في نص الملعب بيستخدمه في 3 أربعة 3 كاليبرو واحد راجل بين الاثنين المساكين فالاهلي عنده افضليه بقى عنده أفضلية. انا بالنسبه لي في الادوار دي ما بقتش قلقان على الاهلي في الماتشات اللي بره الاول كان عندي عندي شويه مشكله النادي الاهلي في الماتشات اللي بره ملعبه دايما بيتسجل فيه دايما بيبقى كان عنده صعوبه انه 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 يسجل في فتره من الفترات من الفتره ما بين 2013 لحد عوده الانتصارات في 2019 الفتره دي كانت صعبه انا الاهلي في الماتشات اللي بره مش الماتشات اللي جوه ملعب طيب هل مباراة العوده لما الاهلي يلعبها بره ملعبه دي تفرق ولا خلاص ما بقتش تفرق بالنسبه للنادي الاهلي يعني انت عندك مثلا ماتش رجاء العوده بره ملعبه لو صعد نص النهائي ان شاء الله العوده برده هيبقى بره ملعبه هل ده تفتكر بقت مشكله ولا ما تفرقش النادي الاهلي السنه اللي فاتت مخرج سان داونز بمكسب في القاهره وتعادل في بره. جنوب افريقيا والمباراه الثانيه كانت في جنوب افريقيا بص هو المباريات اللي جوه ملعبك اهم حاجه ما تستقبلش م. اهم حاجه ما تستقبلش اهداف في مباراه ملعبك كسبت بهدف حتى لو تعادل شوف لو لو المباراه اللي في القاهره 0-0 صفر صفر. انا ما عنديش مشكله بس ما يدخلش فيك هدف ما تطلعش النتيجه 1-1 واحد واحد. ما تطلعش النتيجه 2-1 تطلع 0-0 صفر صفر. تطلع 0 انا ما عنديش مشكله 0-0 صفر صفر. والنادي الاهلي بيعرف بيعرف يتعامل بره ملعبه بشكل كويس فحته ان مين المرشح اللي تصعد اول مجموعه او ثاني مجموعه مين لعب ماتشات الاول فين ما تفرقش. بالنسبه لي مش مش فارقه كتير طيب دلوقتي رغم ان في ترجي مثلا وفي وداد وفي رجاء وفي سان داونز طب لو قلت لك اختار لي فرقه واحده شايف ان هي ممكن يعني تنافس بشده او تدايق النادي الاهلي من الثمان فرق اللي صعد او من السبع فرق التانيين هتختار بص هو مين هو كل يعني اول حاجه ماتش رجاء ده صعب جدا خلي بالك ماتش م. مش سهل مباراة مش سهله خالص بس اعتقد سان داونز السنه دي ممكن يبقى ليه دور كبير في البطوله سان داونز الفرق فرق اللي موجوده كلها فرق كويسه وداد فرقه كويسه جدا رجاء فرقه كويسه جدا ولكن ما اعرفش حاسس سان داونز السنه دي ممكن يبقى ليهم ليهم يعني ممكن يوصلوا فاينل يعني على فكرة انا اتفق معاك خصوصا ان انا على يقين ان برضو وهفضل اقول ان سان داونز مش هو سان داونز بتاع 3 4 سنين فات المستوى الفني بتاع اللعيبه من 3 4 عالش. سنين كان يعني كان اعلى كان اعلى كتير اللي موجودين دلوقتي فنيا اقل بس, بس في الملعب عادل بطريقه غريبه جدا من اكتر الفرق المنظمه في البطوله وعندهم ثقافه المكسب بيعرفوا يكسبوا يعني ممكن يلعب برا بره ملعبك ويكسبك لو جيت مش شفت مباراه الاهلي وسان داونز اللي كانت في القاهره اللي احنا كسب الاهلي كسبها 2-0 المباراه دي كانت ممكن تخلص سان داونز م. ما كانوش موفقين في المباراه دي بيعرفوا يهاجموا بيلعبوا بره ملعبهم ما عندهمش مشكله بيهاجموا بيلعبوا جيم مفتوح ما عندهمش مشكله السنه دي هم منظمين اكتر وهم من الفرق اللي انا شايف انهم ممكن يوصلوا لابعد نقط في البطوله وخد بالك سان داونز حتى هو انت السياسه الهجوميه اللي انت بتتكلم عليها دي ظهرت حتى في في ماتش الهلال اللي جابه فيه اربعة تجوان في السودان ما عندهمش مشكله خالص وهو مطرود منه بيلعب ناقص من الدقيقه 10 من الشوط الاولاني عادي جدا بعد ما تقدم بجون اطرد منه واحد وكسر. وكمل بقع... ب 10 وكمل وسجل بس هم عندهم يعني حاجه انت قلت عليها ان هم بقوا منظمين دفاعيا لو جيت شفتهم هم بيدافعوا لا منظمين بيقفوا كويس عندهم شيف دفاعي كويس ده ممكن يديك الافضليه كل الفرقه اللي بتكسب بطولات مش شرط الفرقه اللي بتهاجم بس كويس م. لا اللي بتعرف تدافع كمان الوداد فرقه كويسه جدا ولكن وداد لو شفت مباراتها مع الزمالك الزمالك سجل فيهم في الوداد وفي مباراه القاهره ضيع كم فرص مش طبيعي آه يعني مش المرعبين يعني فرقه كويسه ولكن الفرقة مش المرعبه يعني خد بالك الزمالك لو كان في, في يعني في نص حالته الفنيه والبدنيه وان هو فريقته مكتمله كان صعد عادي في المجموعه دي وكان وعشان هو... كده خد بالك أول حاجة اتكلم فيها النادي الأهلي ايه؟ الجمهور، عايز أكبر عدد من الجمهور وعايز قال أنا عايز ساعة كاملة بالذات إيه؟ كمان مع الوداد والرجاء أيوة لأن هما الفرق المغربية الوداد والرجاء بيعرفوا يحشدوا بيحشدوا وبيستفادوا من جمهورهم وقلت لولا الجمهور ما كانش قدر إن هو يرجع على الزمالك بعد ما دخل فيه جون عشان كده أول حاجة فكر فيها النادي الأهلي الجمهور وخد بالك دي نقطة مهمة جدا لأن مهما كان قوة النادي الأهلي أو الأندية الكبيرة الانديه الكبيره شوف وقت الكورونا آه ريال مدريد وبرشلونه وكل الفرق اللي في العالم كلها كانت بتلعب من غير جمهور كنت تحس الماتشات عادي عادي يعني مباراه عاديه ان الفرق الكبيره جمهورها بيفرق معاها جدا بالذات كمان النادي الاهلي جمهوره بص في وقت كتير جدا النادي الاهلي بقى عنده احسن لعيبه بس يبقى عنده جمهور جمهوره وراه في الملعب وراه في كل حته حتى لو في السوشيال ميديا لا جمهوره بي او في ظهره الخلي بيدي اكتر طبعا من طبعا تاخد بالك انت انت انت, انت لعيب النادي الاهلي دايما تحت ضغط انت راجل لعبت وكنت راجل من من اساطير اللعيب اللعيبه في النادي اساطير النادي الاهلي صعب كنت لو تعادلت ماتش ما تعرفش تخرج تمشي في الشارع إيه. فجمهور الاهلي وجوده في الاستاد لا أه يعني حاجه مهمه جدا ان الاستاد يبقى مليان عايز اقول حاجه جمهور الاهلي ده لو عنده 2000 واحد في الملعب بيعملوا بيعملوا صوت وبيعملوا حس في الملعب وبيشوفوا ماتشات الدوري موجودين وبيبقوا بالاعداد ده القليله ديت ولكن دايما تتسامع في الملعب. فلو الملعب اتملى هيفرق معاك جدا لان انت الاهلي قيمته من قيمه الجمهور يعني قيمه الجمهور الاهلي في الملعب مع الفرق الكبيره هات اي فرقه في افريقيا هات لعبها في استاد القاهره او في استاد او في اي ملعب مقفول كابل كامل لا بيتاثر نقدر نقول الماتش 50 50 في وجهه نظرك 50, 50 50 50 طيب خلينا بما اننا اتكلمنا على الاهلي بالمره اشوف وجهه نظرك في مباراه مصري ومواجهته مع نهضه بركان فريق متمرس الكام سنه اللي فاتوا ظهر بشكل كويس متمرس خصوصا في بطوله الكونفدراليه يعني فريق محترم طبعا فانت شايف برضو بص مباراتين دول اول حاجه تاخد بالك منها التحكيم اول حاجه نهضه بركان مسيطرين مسيطرين في افريقيا في التحكيم مازنبي آه نفس الشيء مسيطرين ليه طب ليه ما قلتش كده على الرجاء طب ما قلت واو. لك الاهلي والرجاء مش الرجاء ده, نهضة بركان. ده انا هجيلك لك بقى كمان على الرجاء مم. لا نهضه البركان مسيطرين اكتر من الرجاء مم. لان نهضه البركان اعتقد كان رئيس النادي كان أنا حاجه في الاتحاد الافريقي مم. لو حد يسمع عن الموضوع فوزي لقطه كان هو صح رئيس مم. النادي نهضه البركان كان هو مباراه الاهلي كمان فيها مشكله خلي بالك الراجل اللي حكم مباراه السنغال صح؟ اه هو حكم مباراه الاهلي بالظبط وانا برضو عايز استفسار برضو صغير ليه؟ جان جاك نادال ليه؟ برضه ده ده سؤال غريب جدا ده, ده, احنا... ده. حكم رابع في بيراميدز كمان ثاني يوم ليه؟ ما انا عايز اعرف بس هو ليه؟ يعني ايه ايه الفكره؟ م. فكره برضو غريبه جدا م. لان احنا احنا عندنا مشكله وانا قلت الكلام ده هنا في, في, في مره في البرنامج ان ان مصر كلها منتخب بلا بانديه عندها مشاكل مع التحكيم م. في افريقيا وناس طلعت افتكرتني بتكلم مثلا عن النادي الاهلي ان انا راجل اهلاوي بتكلم عن النادي انا بقول لك مصر كلها في كل في افريقيا يعني بيراميدز خسر بطوله طب يعني اسالك سؤال يعني انت مثلا مش راضي على نداله ان هو يحكم مباراه الاهلي طبعاً والرجاء طب ايوه ايه الفكره طب ايه رايك طب ايه رايك اصلا ان الرجاء نفسه النهارده معترض ومش موافق على بيضغط عليه على نداله برضه بس انت راجل رو روجل... إن هو عنده مشاكل مع الانديه المغربيه مم. وخصوصا مع نهضه بركان وعامل لنا جنايات وان احنا دوت اختيار مش موفق وفي عليه علامات استفهام وبتاع فدلوقتي كله اما بنوصل للمرحله ديت كله, كله بيضغط كله بيضغط لا بس احنا مش ضغط انت بالنسبه لك انت راجل يعني مثلا لعيبه الاهلي، كم ل... كم لعيب من الاهلي كان في مباراه السنغال؟ اللي بيكسب مع حكم بيقول عليه كويس لا 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 واللي ما بيكسبش انا بقول لك حكم... انت عندك مشكله انت عندك مشكله وعندك تقرير مباراه مباراه مصر والسنغال مع الحكم م. عندك مشكله مع تقريب... ده فانت جايب بعدها يحكم لك مباراه مباراه فاصله مع نادي مصري برضه فدي دي برضه كانت غريبه جدا واللعيبه اللي بتلعب دي عندك شناوي وحمدي والسوليه وايمن اشرف الناس دي كلها لعبت المباراه فالناس دي كلها شايفه الحكم ده كان معاها في يوم كان مفيش من اقل من اسبوعين وانت عامل عليك وانت رافع شكوى وبتشوف المباراه دي هتتعادل ولا مش هتتعادل امبارح بسال الكابتن جهاد جريشه وهو على التليفون بقول له هل دلوقتي في افريقيا لسه في حكام بتتعمد قال لي بص مش موضوع بتتعمد على قد ان في حكام كتير قوي امكانياتها ضعيفه لا لا على المرحله اللي وصلت لها لا عايز اقول لك حاجه انا انا يعني طبعا كابتن جهاد هو الاضر طبعا دي حتته ما اقدرش فيها بس انا بقول لك راجل انا الراجل لعبته راجل لعبت دربته وشفت لا الحكام في افريقيا بتتعمد مم. في حكام ما بتروحش يعني في حاجات في الفار بتروحش. ما بتروحش ما اصلا وفي حاجات في الفار ما بتعدي وفي حاجات كتير جدا في الماتشات اللي فاتت دي ما كانش فيها فار في جوال بالعبيط يعني جوال كتير جدا حاجات اتحسبت حاجات يعني من وحي الخيال فلا التحكيم في افريقيا لا التحكيم في افريقيا بيدار في اتجاهات معينه ما احنا بنقول كده عادل على كلامك ان هو فعلا اكتر بقى حد احنا م... احنا كمصريين احنا محتاجين فعلا بقى موضوع ان الفار اتطبق من دور هو دوت حاجه كويسه جدا ما انا بقول لك الانديه المصريه منتخب والانديه المصريه متكح حقهم جدا في في افريقيا احنا بقول لك حاجه احنا احنا تعادلت لنا مباراه في كاس عالم بتاعه زيمبابوي اللي كانت في القاهره صح مباراه الاهلي آه 2017 بتاعت وليد ازارو وليد ازارو توقف بالفيديو آه حاجات كتير جدا ماتشات كتير جدا جدا طيب. وللاهلي وللزمالك والبيراميدز وكل حاجه طب انا عايز اقول لك على حاجه طب ما انت عندك احنا واحنا بنلعب السنغال ومن قبل السنغال لما اتقال ان المباراه الثانيه اللي هيحكمها أه. مصطفى غربال كلنا اتفائلنا خير لان هو حكم عالي جدا وبنقول ان هو كويس وما اي حاجه خالص ومع ذلك في بعض الكرات وفار وكلام من ده و... وما قوي معانا يعني ده يعني معناه ده معناه ان في اتجاهات في التحكيم م. بس واحنا في مصر اخر ناس في افريقيا ايه ده فار من المانيا ده جايبين من المانيا قاعدين على الفار في ماتش السنغال لا مش ما هو مش الفار بس الفار جوه جوه الملعب انت برضه جوه الملعب في حاجات جوه الملعب اصل انت الفار مش هيجيبك على فرق ممكن عادل بتحصل فعلا الحكم بيبقى في اجواء معينه ما بيبقاش عنده الشجاعه ان هو يروح يدبس نفسه يعني هل ممكن الحكم ان هو يطلب والحكم يعني في الاجواء اللي شايفها يبقى مضغوط عليه فيكبر دماغ. دماغه مش عايز ادخل نفسي في مهاترات ف همشي الدنيا من بعيد لبعيد اه يمشيها طبعا مم. بص خد بالك التحكيم في افريقيا من من ال... من اسوء من اسوء مش عارف اقول ايه من اسوء اجزاء المنظومه يعني منظومه الكره الافريقيه اسوء حاجه فيها التحكيم مم. وعيش بقى عيش بقى على ده كله في حاجات كتير جدا احنا منتخبنا حاجات كتير جدا في اتظلمنا فيها انديه اهلي وزمالك وبيراميدز حتى بيراميدز السنه فاتت مع في في اعتقد في في مباراه لعبها مع نهض البركان كان عنده مشكله في التحكيم يعني مم. لا احنا عندنا مشكلة خلي بالك، ففي حاجات جوه التحكيم في مباراة مازنبي وبيراميدز والمصري وناخد البركان أول حاجة فيها تحكيم. ده احنا لا ده خد بالك ده هو مازنبي ده احنا هدينا كتير قوي من أوه. ناحية مازنبي الكام سنة اللي فاتوا واديك شفت ايه يعني مازنبي يمكن نص قوته راحت أما موضوع التحكيم ابتدى في فار يبان لا ابتدى يبان ويتحط عليه العين. لان كان في قالت. مشاكل كبيره جديد. جدا اللي كان بيروح اللي ده ما كانش ده انسى حقيقه انت هترجع حتر... خسران لا دلوقتي بقت العمليه عاديه اه طبعا حتى اللعيبه فنيا نزلت ولكن كان لا كان كان, كان, كان بيساعد في في مساعدات غير طبيعيه بيراميدز يكسب بيراميدز يكسب بيراميدز عنده عنده فرقه كويسه عنده فرقه كويسه جدا وفرقه متكامله يكسب ممكن يروح حته بعيده في افريقيا بيراميدز لا اعتقد لو عدى مباراه نهضه بوركاندي نهضه مباراه مازيمبي الطرف الثاني مباراة المصري ونهضة بركان طبعا ايا كان لا هيبقى طبعا انت قلت لي الاهلي والرجاء 50 50 وبيراميدز ومازيمبي قلت بيراميدز يكسب بيراميدز يكسب مصري ونهضة بركان لا 50 50 50 وكمان نهضة بركان اكتر ونهضة بركان اكتر طيب هنطلع فاصل ومكملين مع كابتن عادل مصطفى اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا عادي بكره في ثلاث ماتشات مهمين للاهلي والزمالك وبيراميدز عندنا المصري والاهلي ومصر المقصه مع الزمالك وعندنا بيراميدز وغزل المحل قدامنا 10 دقايق عايزين نتكلم ثلاث دقايق عن كل ماتش شايف نبدا بالمصري والاهلي المصري والاهلي الماتش صعب ماتش صعب مم. للفرقتين مباراه الاهلي والمصري دايما بيبقى دمها تقيل يعني مباراه مباراه دمها تقيل المصري مش احسن حالاته والمصري برضه عنده مشكله ان المصري بيلعب بطولتين والبطولتين على على السكواد بتاع المصري صعب صعب و تحس ان هو مركز الفتره الاخيره في الكونفدراليه لازم. اكتر يعني لازم يعني هو مركز في اي اللي حد عاقل في المصري هينسى الدوري شويه لان الدوري اول حاجه المصري اللي هياخد بطوله ولا هيهبط م. مصري في الوسط وخد بالك هو في الدوري مش مش, مش وحش م. يعني هو في الدوري عنده مباراه مؤجله يكسبها يبقى عنده 19 نقطه يوصل خامس دوري فمش وحش ولكن ان هو يركز في بطوله افريقيا بطوله افريقيا بالنسبه له الهدف الاسمى والهدف الاكبر المصري مش هياخد بطوله م. يعني الاهلي المصري مش هياخد بطوله الدوري صعب يعني عشان تاخد البطوله دي كل مره كل 60 70 سنه ده يعني لو المصري هياخدها انما ف... في الكونفدراليه ف... ممكن اكمل فالواقع ان الكونفدراليه ليه لا الفرق اللي موجوده كلها معاهم المصري معاه مدير فني عارف افريقيا كويس وعنده خبرات كويسه في افريقيا وراجل واخد اتنين افريقيا قبل كده واخد سوبر افريقي فعنده كم خبرات كويسه وفرقه المصري خد بالك بطوله الكونفدراليه يعني مش مش بالصعوبه قوي يعني مش بالصعوبه قوي ممكن تكسب يعني ممكن تلعب مباراه النوك اوت دي ممكن تادي بشكل كويس وتلاقيك وصلت فاينل بتلعب فاينل فالمصري اتجاهاته لبطوله افريقيا الاهلي عمل روتيشن المباراه اللي فاتت مع الاتحاد فممكن في بعض اللعيبه ترجع برضه اهلي عنده ميزه عادل اهلي مم. كويس قوي بيكسب كويس بس بيكسب نص نص بيعرف يكسب حتى وحش بيعرف يكسب ما هو دي فرقه كبيره بقى فرقه كبيره ان هو الدوري متقسم بالنسبه له او, الـ أو السيزون متقسم بالنسبه له مم. لفترات فترات بيبقى هو بيبقى عالي قوي فيها بيوصل للتوب فورم فيها وفترات تانية بيقل كل فرقة العالم كده امسك اي فرقه في اي دوري في العالم هتلاقيها يا اما بتبدا كويس او شوية بتقع بعد بتكمل تاني. طبعا دي, دي احصائيات برضو تبقى معانا احصائيات النادي الاهلي في الدوري السنه دي لعب 11 ماتش سجل 31 طبعا 11 ماتش كسب 10 وتعادل مباراه واحده قدام فيوتشر 31 هدف بنقول الاكثر يعني تهديفا اقل فريق تلقى اهداف يعني احسن هجوم احسن دفاع استقبل 8 اهداف بس 156 تسديده على المرمى. 156 تسديده منهم 60 على, على المرمى, المرمى. بقيه الاحصائيات معانا تمريرات 5933 تمريره منهم صحيح 4952 فقدوا الكره 347 مره ودوت اقل فريق فقد الكره في الدوري استخلص الكره 1098 الاقل برضه في الدوري يعني استخلص الكره الاقل اكيد الاعلى يعني الاستخلاص هتلاقي اكيد الاعلى بص الفرق الكبيره كل فرق العالم بيجي له ليه كذا فتره في الدوري فتره م. بيبقى فتره في الويستر تو فورم بتاعته وبعد كده ممكن ينزل شويه وبعد كده يطلع تاني الفرق الكبيره بقى اللي بتعرف تكسب لما بيقعوا م. لما بيبقى مستواه المتوسط او اقل بيعرف يكسب هي دي فرقه كبيره لكن الفرقه العاديه اللي هي بتنافس على المركز الثاني والثالث والرابع ممكن تعمل توب فورم بتاعتها مثلا 15 مباراه وسبع ثمان مباريات يقع فيهم السبع ثمان مباريات دول بقى يروح منه الدوري فيهم وهو ده الفرق بين الفرق الكبيره والفرق اللي بتاخد على طول الدوري وفرق ممكن ياخدوا الدوري سنه ولا اتنين كل 10 سنين طيب برضو نشوف احصائيات المصري برضو معانا المصري لعب 12 مباراه سجل 16 هدف واستقبل 13 هدف وسدد 126 تسديده منهم على المرمى 39 تسديده

يمكن الناس بيقولوا لي لا الاهلي اقل استخلاص للكوره اقل؟ الاقل اللي هو الطبيعي لان الكوره معاه على طول وهو اللي ضاغط دايما وبتاع فاهم فيعني هي الكوره معاه فيعني في هم بيقولوا لي لا هي فعلا م. ايه الـ صح الـ 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 الاقل م. طيب سريعا الزمالك ومصر المقاصه مصر المقاصه بيعاني أه الله يكون في عون يعني الدنيا هناك الفرقه كلها الفرقه كلها في مواجهه الزمالك والزمالك صحوه بعد ما فوز كبير على بيراميدز هو الزمالك يعني رجاله اهم عنصرين اللي كان عنده مشكله فيها طارق حامد وروقه الاثنين بيلعبوا ودي فيريرا هويته الدفاعيه فيريرا برضه خلينا نتفق ان فيريرا لما اخذ الدوري من الزمالك مع الزمالك كان بيدافع كويس كان بيدافع كويس مم. وشوف كل الفرق اللي اخذت بطوله الدوري هتلاقي ان هي اقوى دفاع مش اقوى هجوم مم. هي اقوى دفاع بتعرف تدافع كويس وتعرف تكسب ماتشات كتير فيريرا عنده مم. دي الهويه بتاعته هويه الدفاعيه دي قدر يرجعها نادي الزمالك الزمالك هيفوق عشان هو رجع له اتنين لعيبه نص ملعب كويسين آه <applause> ناخد برضو احصائيات الزمالك والنبي ياسر تجيب لنا احصائيات الزمالك برضو زي ما جبنا احصائيات الاهلي لعب 12 مباراه سجل 25 هدف استقبل 14 سدد 145 تسديده التسديدات على المرمى منهم 62 تسديده تمريرات 5958 تمريرات صحيحه 4879 فاز الكره 386 مره استخلص الكره 1195 مره برضو ديت احصائيات نادي الزمالك ولكن خليني اقول لك برضو ايه الناس دلوقتي في نادي زمالك الجمهور مبسوط على الاقل حتى بعوده اشرف بن شرقي وتالقه المباراه الاخيره جون واسيست وعامل على مدار 90 دقيقه مباراه كبيره وهو دوت اللي بيقول لك اللي احنا مستنيينه من اشرف دي حقيقه اشرف بن شرقي امكانيات لعيب كبيره خلينا نتفق ان اشرف بن شرقي في وقت من الاوقات هو وعلي معلول كانوا من احسن اثنين احسن اثنين في الدوري، احسن اثنين لعيبه في الدوري، اذا كانوا محترفين او مصريين، كان هم ده نجم النادي الاهلي وده نجم نادي الزمالك، وبطوله افريقيا اللي اخذها الزمالك اشرف بن كان نجمها. فبن شرقي لما بيرجع لمستواه بيأدي بشكل كويس جدا ان هو عنده لعيب لعيب مميز ولكن ان هو مجدد او قاعد او ماشي والحاجات دي كلها بتأثر على اي حد، يعني مهما كنت انت امكانياتك كلعيب كبير الحاجات دي بتاخد من تفكيرك جدا يعني فهو الفترة اللي فاتت دي بداية ريحة يعني حاجة من ريحة اشرف بن اللي كان فترة كان مميز فيها مع الزمالك. طيب خلونا برضو ناخد علشان نبقى قلنا كل الاحصائيات برضو احصائيات مصر المقاصة في الدوري السنة دي لعب تسع مباريات سجل سبع اهداف استقبل 14 هدف سدد على المرمى 134 بين الثلاث خشبات 39 تسديدة. التمريرات 4040 وده اقل تمريرات في بطوله الدوري التمريرات الصحيحه 2828 برده الأقل تمريرات صحيحه فقد الكره 471 استخلص الكره 1339 مره طيب احنا قدامنا 30 ثانيه سريعا بيراميدز وغزل المحله بيراميدز وغزل المحله مباراه صعبه مباراه صعبه لان المحله في اخر ماتشاته نتائجه مش هقول سلبيه ولكن ما كانتش احسن حاجه والمحل محتاج يلحق نفسه شويه بدري بدري ان في ضغط ماتشات هتيجي ممكن يبعد عن منطقه الدافئة ممكن تلاقيه راح في حته تانية مع الناس المتزيلة اللي متزيلة للجدول هو قرب اصلا هو قرب هو بعيد ولكن عنه ولكن هو خد بالك الجدول خداع الجدول ممكن مباراتين يصعدوك تبقى في ال11 وال12 او العاشر ومباراتين تانيين ده, ده, اللي بياخد ستة بونت ومبارتين دلوقتي طبعا تلاقيه رابع وخامس البنك الاهلي كان هيمشي مدربه لان هو كان فاضل له بينه وبين المركز المركز الاخير نقطه م. فجاه بقى خامس الدوري فهي الماتشات دي خدع اللي بيقدر يح... النتائج خدع. فاللي يعني بيقدر يحافظ على مدربه واللي بيقدر يركز ويشتغل كويس الامور ما فيهاش مشكله مباراه غزل المحله وبيراميدز ده وبيرمز. الخامس وال15 فرق 8, 8 بونت يعني ماتشين وماتشين يخلصوه مباراه بيراميدز المحله مباراه كويسه للمحل لان <applause> بيراميدز خارج من هزيمه ورايح لمباراه صعبه فهتلاقي التفكير ممكن تلاقي التفكير كتير في مباراه مازيمبي فممكن يبقى مباراه سهله للمحل عادل شرفتني ونورتني حبيبي يا كابتن بركات ودايما كلنا بنستفاد منك <applause> ربنا يكرمك كده انتهت حلقتنا النهارده من الريمونتادا بكره اول ايام الاسبوع ان شاء الله هيكون معاكم ميدو وحلقه جديده من الريمونتادا تصبحوا على خير